بتاعنا كيف كان شوفوا بنا هلا نسابت ماما تساوينا الكشكة. مرحبا متابعينا كيفكم؟ تالي اليوم قيلة ابن السمح جابالها كشكة او كشك بيسموه عنا، فحبت تساوي لها اياه كثير مجتهدة، فاليوم بدي اخبركم كيف بدي اعملها لتوتي. خليكم معنا. نحتاج كشك، زيت زيتون، وتوم، وبصل، وملح، ونعنى. ماذا نعنى عنا؟ نعنى يابس. هدول مكوناته للكشك. باي. فخليكم معنا وشوفوا كيف بدها تطلع الأكلة. هلا قطعنا البصل وحطينا الثوم، بدنا نحط البصل فوق الثوم. زيت الزيتون هلا. بعد ما حطينا البصلات والثومات هلا بنقليهم على النار. يمكن اطيب ريحة بالصبح هي ريحة البصل والثوم. وانت صايم وليش صايم؟ تاليا كانت صايمة بس فطرت، صار وقت فطورة هلا، يعني وصلنا تعبان الظهر كان عم نفطرها. انما انت عم تعبان لما هلا اكلك بتحبها. هي كشكة. هي شو؟ كشكة. شوفوا الكشكة كيف بتكون من جوا. شوفي؟ هاي هيك من جوا بتكون. بس هي شكل بودرة. هلا بنحطها فوق البصل والثوم. فوق البصل والثوم هاخد معلقتين كبار، هاي المعلقة الثانية هنحمصها مع هنا كوبين من المي، وضفنا معلقة ثالثة كشكة. هلا بدنا نضيف الملح حسب ما بنريد يعني. هلا شوفوا قوامه كيف صار، شايفين؟ هلا بننزل عليها النعناع. نزلنا النعناع نحرك كون جاهزة. صحة وعافية. هاي خلصت الكشكة، هي الشكل النهائي. تاليا ولارين عم ياكلوها، صحتين. وهنا وفينا نحط لها خبز. تاليا بتحبها بخبز، لارين ما بتحبها بخبز، فكمان ممكن تحطوا لها خبز يا مقلي يا خبز عادي الموجود. صحتين وهنا.